ضد منتخب موريتانيا وإقصاء الخضر بهدفين مقابل صفر ضد منتخب موريتانيا وعدم تمكن المنتخب الوطني من التأهل إلى الدور الثمن النهائي بعد خسارتهم بهدفين في الشوط الأول من المباراة. المنتخب الوطني عاجز على تحقيق ولو تعادل قد يشفع له من أجل التأهل إلى الدورة من النهائي من كأس إفريقيا الأمم 2024 بالكوت ديفوار. منتخب قيل له الكثير ووفر له الكثير ولكن لم يتمكن من تحقيق ولا فوز واحد وواحد في دورة هي فعلا دورة المفاجآت، لكن الخضر قيل عليه الكثير وقيل أنه منتخب قوي ويضم نجوما كبيرا، ولكن للأسف فوز واحد لم يتمكن من تحقيقه المدرب الوطني وأشباله فوق أرضية الميدان. نقول لكم شكرا لكم أيها المنتخب الوطني، لقد دخلتم التاريخ. شكرا لكم يا أبطال، أصبحنا نكتب التاريخ وبأي طريقة، بإدخال منتخبات صغيرة إلى التاريخ على ظهر الجزائر. شكرا لكم بسماح لموريتانيا بتحقيق أول فوز في التاريخ في كأس إفريقيا والتأهل لأول مرة إلى الدورة الثمن النهائي في كأس إفريقيا على ظهر الجزائر. شكرا لكم لأنكم احتللتم المركز الأخير في مجموعة تضم البوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا. شكرا لكم لم تستطيعوا حتى تحقيق ولو فوز واحد لهذا الجمهور وهذا الشعب الذي يتنفس كرة القدم. وفي الأخير كما يقول المثل الفرنسي il faut savoir quitter la table quand la victoire n'est plus possible. نعم، نعتذر لكم مشاهدينا الكرام، هذا ما استطاع المدرب الوطني وأشباله تحقيقه اليوم فوق أرضية الميدان. مرحبا بالجميع، مصطفى، جمال، قاسم، مهدي، محمد شعيب، مصطفى وعيل، وكذلك زهير جلول. إذن هزيمة انتهت بهدف مقابل صفر، لم نستطع حتى تحقيق هدف أو تسجيل هدف أو خلق فرصة إن صح التعبير في الشوط الثاني من المباراة. منتخب موريتانيا أعطى الجزائر درسا في كرة القدم، تمكن على إثرها بتحقيق 3 نقاط ثمينة سمحت له من التأهل إلى الدور المقبل، لم يتمكن من الفوز على أنغولا ولا على بوركينا فاسو، ولكنه تمكن من الفوز على أبطال إفريقيا سنة 2019. فكرة أو تتويج ربما قد أنسى لنا مشاكل كثيرة في هذا المنتخب وفي اتحادية تداول عليها 4 رؤساء في 4 سنوات. محمد شعيب، قلت أنت قلت كلش خو، واش نزيدو حنا فوق هذا الشيء هذا؟ شوف أنا قلت ونعاود بلي ما تقدرش تجي ان ايفيرمون كبير تاع كوم لا كوب دافريك افيك دي زانسيرتيتود سور ليكيب تاعك. المدرب هذا شفنا بلي من بروي ماتش حتى التروازيام ماتش يافي بوكو تشونجمون، سوا ما عندوش اون ايدي بيان بريسيز شكون راح يلعب في الوسط. دونك هنا كاين خلل، الناس حضرت، الناس وجدت لا بروف اليوم شفنا بلي لا موريتاني لا بروغريسي، حنا اون لا روغريسي دوبي 2019، ا سو جور حنا حبطنا. سي نورمال حنا نقولوا بلي لي زوت زيكيب زون بروغريسي ولاش، وي زون بروغريسي، وحنا حنا نهضروا على روحنا، حنا ولينا نحشموا نهضروا على روحنا، ولا اونت بارونتيز كاين بعض الناس ولاو يخافوا يهضروا على الفريق الوطني. ما يقدرش يقول بلي وي الفريق الوطني الى روغريسي. وي فريق الوطني خصو هكذا وهكذا وهكذا. اليوم لا بروف انا شفنا ما عندناش ليفيكاسيتي، ما عندناش لا لوسيديتي، ما عندناش ان فون جو، ما عندناش ولينا ندخلوا برك اوكين ريفليكسيون اوكين ايدي، اون جو سون ايدي ولينا نلعبوا برك، وهذا ممنوع اليوم في الفوتبول. اليوم لازم انا نقول يا اخي كل دايم باللي الناس تقدمت، الناس ولات عندها مان ستاف الارجي، الناس ولات تقرا بليزيور فوا، حنا تاني غلطونا قرينا كاع لادفيرسور تاعنا، انا قريناهم كاع نعرفوا كيفاش يلعب. انا كي سمعت البارح الندوه الصحفيه تاع المنتخب وليت فرحت لابور موبيل، قلت انا نربحوا 5-1 باسكو علاش؟ قال لك اون فو با موا اي مي جوار اون فو با سوغتيغ دو سات كوب دافريك. جيتي هوغو كنت فرحان. Et malheureusement, la vérité du terrain, elle est autre. Autre que les paroles. Nous avons eu la preuve. Nous avons eu un match complet où les joueurs, le VAR, elle a joué. Donne-toi à fond. On va laisser le VAR seul.
آه شوف شوف، لازم المسؤولين تاعنا اليوم يضرب هذه هاد لا ديفات هذه ولا سورتي هذه، لازم دوا ايفي لي كونسيونس تاع الناس اللي راهم حاكمين الفوتبول. مالوريزمون اونت بارونتيز ما نزيدش نحب نهضر، خليني حتى نرتاح. نقاش مفتوح طبعا. نكسه تفضل جمال. نكسه كبيره هذه، انا سي لا اونت جمال، لا اونت، لا اونت، نكسه كبيره. انا جو ماتوندي فريمون با، يعني يعني خروج بهذه الصفه هذه. قلت قبل بدايه الدوره هذه واليوم، قلت لو كان نتاهلوا في المرتبه الثالثه بالتعادل، انا جو سوري با فيير دو كاليفيكاسيون كيما هذيك. على عساك اون ديفات كونت اون ايكيب دو موريتاني اللي حقيقه انا خلعتني في لا فولونتي تاعها، الاراده تاعها، لو ديسبوزيتيف تاكتيك كيف كانوا يلعبوا هما ايزون فولي. احنا قبل ربي ما تخلعش جمال، علاش نقول لك ما تخلعناش؟ انا اللي عندك ما تخلعناش باسكو ما قريناش المنافس، ما تخلعناش باسكو شفنا لي ديو ماتش تاع موريتاني كونتر البوركينا وكونتر لونغولا، ما تخلعناش باسكو اوني فابل. اون دوا دير كوني فابل، نحن اضعف منتخب في المجموعه التي كانت فيها بوركينا فاسو وانغولا وموريتانيا، وقلنا في المباراه الاولى انه تعادلنا ضد منتخب اضعف منتخب في الدوره، اضعف منتخب في المجموعه بوركينا فاسو او انغولا. قلنا هذه الامور، نحن لسنا بمنتخب يحسب له الف حساب، نحن منتخب نلعب بنفس الطريقه منذ سنوات طويله، وقيل هذا في الندوات الصحفيه، وقيل هذا بالنسبه للمدربين الذين يدربون المنتخبات التي واجهناها، ولكن لم يتغير شيء. غيرنا 50% من الفريق يا جمال في اخر مباراه اللي تعتبر مصيريه، هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ قلت انا ربما كنت في بدايه البرنامج كنت نقول يا جماعه الخير بزاف بزاف 50% من الفريق في المباراه المصيريه، مي سوني با نورمال، سوني با نورمال. ممكن مصطفى، ولكن سامحني مصطفى، مصطفى سامحني لاني ربما كلمات تخرج من القلب. تفضل يا سيدي مصطفى، ما تقول ليش نخرج عوار وندخل محرز. لا مستحيل، صح. مستحيل، لا هذه باينه، مستحيل. انا معك، اسمح لي اسمح لي. شوف كره القدم مانيش عارف يشطروا الاخوه، ما خليتوناش هي الواقعيه. حنولي عند جمال، سامح. تفضل تفضل، حنولي عند جمال. تفضل جمال. لا بس قلت حبيت نقول لك باللي اليوم بان فريق الجزائري باللي ما راهوش في المستوى المطلوب، يعني وراهو الى راتي براتيكمون لي غون رونديفو. ايه لونتينيو ناسيونال كي اللي راهو اليوم بين، يعني سي ليميت اونيتمون حقيقه. حنا انا كنت من الناس اللي كانوا يايدوا في عبد المدرب ونقولوا خليوه يخدم خليوه يخدم، ولكن اليوم الى فريمون مونتي سي ليميت، ما صاب حتى دليل، حتى اوكين سوليسيون اريكلي ان بروبليم يعني كونت اون ايكيب تاع لا موريتاني. نقول لها ونعاودها، ما لعبناش كونت الالمان ولا لعبنا الاخر، مي لعبنا كونت اون ايكيب دو موريتاني تري بيان اورغانيزي، اللي عطات لنا درس تكتيكي، درس في الاراده، درس في يعني في كل الميادين. اون ميريت با دو رونتر، فالي كو رونتر لا ميزون، دخلنا للدار وخذوا هي. قلت قبل قليل في بدايه البرنامج شكرا لكم على ادخالنا للتاريخ، وشكرا لكم على ادخالنا للتاريخ كذلك بالخروج من الدور الاول لمرتين متتاليتين. صح، يعطيكم الصحه. صح، بوميير فوا. يعطيكم الصحه وبارك الله فيك. انا اقول المنتخب الوطني مقارنه بالدوره السابقه تطور. ولي كيفاش؟ ست مباريات ولا فوز، تطور. ست مباريات ولا فوز. ست مباريات في 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 الدورة الماضية. الدورة الماضية. هزيمتين وتعادل. نقطة. هزيمتين وتعادل، وفي الدورة دورة تعادلين وهزيمة. منتخب تطور مقارنة بدورة كاميرون. شوف يا زيد، كرة القدم هي الواقعية. المنتخب اللي كان محضر من كل الجوانب. لاعبي المنتخب هذا ما عندوش لاعبين يلعبوا في سيتي ولاعبين يلعبوا في ريال، لكن كمجموعه تحس انه منتخب كان محضر بطريقه جيده، ولو انه دخل المنافسه بخساره في المباراه الثانيه زاد خسر، في المباراه الثالثه يفوز عليك بعد ما انت محتاج الى لتعادل. سجل عليك اللي سجل عليك الهدف، لعب في دفاع تاجنات، طرد من نصر حسين داي. نعم. ويلعب في حارس الحدود مصطفى العراقي. وحنا لاعبين ينوفو دي جوار دو كلاس مونديال. شوف وكي تقولوا لاعب محلي، مثلا اتحاد العاصمه توجو بكاس الكاف، مثلا شباب لوزان عندهم مجموعه رائعه، مثلا الفريق اللاعب فلاني موجود في المولوديه، موجود في فريق وفاق سطيف، لا ما عندوش مستوى تاع منتخب. شوف يا زيد، يا زيد عندهم لاعب ولا لاعبين اللي يلعبوا ربما في مستوى نقول مقبول جدا، هي البطوله البلجيكيه.
كويتا هذاك يلعب في البطوله البلجيكيه. في فريق موجود. نعم. في المركز الثامن ولا التاسع في الدوري البلجيكي. ومسجل 11 هدف وراء عمورة بهدفين. يعني لما تعمل مقارنه لاعب بلاعب تقول انه المنتخب تاعنا قوي على الورق، لكن حقيقه الميدانيه اخرى. التحضير النفسي، التحضير البدني، التغيرات، ما كانش في المستوى، اللاعبين اللي دخلوا ما قدموا حتى شيء، يحوسوا غير الا على الفار. يعني تشوف ربما دخلوا في ذهنيه اللاعبين، في ذهنيه اللاعبين دخلوا لهم انه اليوم رانا مستهدفين من التحكيم، ولو انه عنده جزء في بعض اللقطات. اوكي لكن أوكي. لكن ماشي كل شيء في المباراه الاولى، في المباراه لكن ماشي كل شيء. اوكي لكن اوكي ماهوش كل شيء. اوكي ماهوش كل شيء. من الناحيه التكتيكيه كنا ما كناش في المستوى، من الناحيه الفرديه ما كناش في المستوى. اي اعطيني لعبنا في الشوط الثاني 45 زائد 11 دقيقه، اعطيني فرصه خلقناها، اعطيني فرصه تمندي. كنا اقرب لاستقبال اهداف اخرى، كنا قادرين ناخذ اهداف أقرب. اخرى راح تكون ربما راح تكون فضيحه بالنسبه للمنتخب الوطني. نزيد لك حاجه واحده اخرى، خبطوها في البارا. خبطوها في البارا. دير دي شونجمون باش تماركي تولي طومبيس. هضرنا على ليفيكاسيتي، هضرنا على ليفيكاسيتي دوفون البيت ما كاش. مي لو بلو غراف كو دون شاك اكسيون تاع ليكيب ادفيرس اون اون بانيك. هاو المشكل. دونك سا دو دير كو لا ترانزيسيون ديفونسيف تاعنا ما كانتش مليحه. ليكيب انقسمت انقسمت، شفنا اشاك فوا 4-3 لا ديفونس. لا ديفونس ني با لا اوتور. يا باك لا ديفونس، باك لا ديفونس. المنظومه كلها المنظومه كلها، ولكن لا ديفونس وسي كيما كان. ماشي لا ديفونس جمال سي راشدي، انا لعبت في فريق صغير جدا في حياتي. اوكي تعلمت باللي كي تكون كونتر اتاك ترانزيسيون من الحاله الهجوميه الى حاله دفاعيه، والمدافع الايمن تاعك ضيع الكره مازال فوز مازال فوز اتاك، واش يدير اللاعب؟ يدير خطا على المنافس. سروق يجرى مع 60 متر، يجرى مع 60 متر حتى خرج كورنر. سي با نورمال. تلعب في فينورد، واحد من اكبر النوادي في هولندا. ما تقدرش جمال ما تقوليش انا لازم تكون قريت كره قدم ولعبت مستوى كبير باش تفهم امور كيما هذه. قاسم هذه ما فهمتش تماما التغييرات في الدقيقه 60. افضل لاعبين فوق ارضيه الميدان يخرجوا على ماتش دو الناس الذي ارعب في الشوط الاول دفاع طبعا موريتانيا، والدليل على ذلك بمجرد خروجه اصبح المنتخب الموريتاني يلعب في مكان او في جهه المنتخب الجزائري، وضيعوا فرص حتى انهم لو يديرونا بريسينغ او حتى خيل لنا انا نلعب مع مثلا السنغال او منتخب قوي. سي با نورمال. شوف يا زيد، انا نظن باللي اليوم ما نقدروش نخرجوا اوكان بوان بوزيتيف. انا لو سول بوان بوزيتيف اللي نتفكر عليه في الماتش سي بيان ادم والناس، هو خرجوا لا 60 مينوت. لو سول جوار اللي كان يدير دي شوز كي تي بوزيتيف دون لو جو، و كي كان كرياتيف اي كافرابي او بوت و جاب لو دونجي سي بيان لوي. المدرب خرجو على 60 مينوت، ان شوا تاكتيك اللي ما فهمتوش. ومن بعد باه تهضر بلي هما اي نو زون بريسي في الكونت هنا، جاب لي ربي سي اون لوسون لو فوتبول لينا ou par rapport aux autres équipes. Parce que quand il y a une équipe fébrile, il dit les joueurs qui sont en 11 l'or et nous disons qu'on va nous aider à défendre. Là, l'entraîneur il a été très intelligent. Chef Belli, à 2-3 reprises, on a été très fébrile sur la relance ou sur la circulation du ballon sur le plan défensif. Il faut aller les chercher haut parce qu'il y a beaucoup de déchets techniques sur la relance du côté défensif. Ou chef Belli, شوف كي تشوف الاراده تفهم باللي في لي كونتر اتاك تاعهم، تفهم باللي يفون ريان لاشي. سي غراف كو ميم، ما نقدروش ميم با نقولوا باللي كنا نستاهلوا نربحوا ولا نستاهلوا نديروا ميم ماتش نول كنت ليكيب كيما هادي. لازم نكونوا واقعيين، ما نحضرش على الفوز، نحضر على الماتش نول برك. كي تشوف او نيفو دي 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 زاكسيون ريال في الماتش، ما نقدروش ميم با نريفاليزيو بالماتش نول كونتر اون ايكيب اللي ما تنساش بلي لانغولا فوز عليها وبوركينا فاسو فوز عليها. ميم لو كان رحتو لدوزيام تور، ميم لو كان رحتو لدوزيام تور ما تقدرش تروح لدوزيام تور. ميم لو كان رحت مهدي، ميم لو كان رحت سي ان مال بور امبيان، اسمح لي ما عندناش ايكيب للحرب بعد على المستوى. اسمح لي اسمعنا كي نشوف سي ان مال بور امبيان مصطفى وش هذا كي نشوف انا سامحني والجماهير
والجماهير والجماهير سامحني مصطفى ما رحناش ما رحناش في تيوب رحناش في ما رحناش بوتيتر لو فافوري نيميرو 1 اوكي مي ما رحناش في تيوب منتخب صغير ما رحناش في تيوب منتخب ضعيف في تيوب منتخب جاء ينافس اجل كاس افريقيا وكاين ثلاثة يجوزو سيغ كات وكاين ثلاثة يجوزو سيغ كات اون غينوفي ان اوتيل 100 متر على السطاد وخليناه مخصص فقط للمنتخب الوطني وطائرات خاصة وتحضير سامحني وتحضير أكثر من 10 أيام في طوغو في لومي طوغو في طوغولية نحن لا نقول أنه لا نستحق ولا المنتخب ما يستحقش هذه الإمكانيات ولكن اليوم سي تان مال بور ان بيان بوتاتر ولكن مي سي ان غرو مال اجوردي مي مش كنقول للشعب تفضل جن ريان ادير للشعب باسكو سي با مون رول يعني ماهوش الدور تاعي انا نقول لك حاجه المشكل اليوم ما راهش جوستومون غير في المباراه تاع اليوم المشكل الي مشكل الي تري تري بروفون يعني غامق بزاف في المنظومه الكرويه الجزائريه عندنا ان غران بروبليم واحد الوقت كانت هاد ليكيب واحد الوقت كانت هاد ليكيب سيتي ان بو لاربر كي كاشي لافوري كانوا فيها نتائج 35 مباراة ما خسرناش ركور مونديال فتنا الارجنتين فتنا الايطالي مي سا سيتي دو لابود اسمح لي سا سيتي دو لابود اوزيو باسكو كي تشوف الكرة الجزائرية اون طون كو تو كاين ان غران بروبليم ان ايمونس بروبليم ان بروفون بروبليم شوف اليوم لا موريتانيا بار اكزومبل انا واحد كنت متفائل ما نكذبش عليك انا واحد كنت متفائل وكي قال محمد نربحهم 5-1 دومون اسبري جيتي داكور ما تنسى سامحني نوقفك لانه فيه ندوه صحفيه لمدرب منتخب موريتانيا مدرب منتخب اوني اوبليجي نسمعوا مدرب منتخب موريتانيا وبعدها مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي سمعت تصريحات في ندوه صحفيه ونعود بعدها باش نناقش هذه الهزيمه وهذا الخروج من الدور الاول للاسف لا انا رب سمير ميرسي مون كوتش شكرا المدرب فيليستاسيون مبروك وما اعرف الطريقه اللي صراحه اقولها بها المهم الحمد لله اولا واخيرا على ان الحمد لله تاهلنا ولاول مره تشهد افريقيا بان موريتانيا ولله الحمد امه من امم كره القدم ما هي رسالتك للجمهور الموريتاني الذي يحتفل الان في نواكشوط وفي كل الولايات؟ كما je l'ai dit السلام عليكم je l'ai dit avec beaucoup de fierté je l'ai dit c'est un peuple qui est très attachant je l'avais répété moi ça fait quand même 2 ans et demi je suis là je suis dans ce pays là je travaille avec auprès de cette fédération et les gens sont très chaleureux que ce soit on se sent en sécurité et donc je suis fier de ce qu'on a pu faire ce soir pour le peuple et qu'il puisse fêter cette belle victoire historique cette victoire historique et voilà on va continuer à avancer à faire rêver et voilà et encore une fois on a stoppé un petit peu l'hémorragie de dire que ben voilà la Mauritanie elle est là fait la figuration et maintenant on est allé chercher une belle victoire contre une très très grande nation du football. On aurait aimé donner la parole à plus de journalistes, mais coach, on vous remercie et félicitations encore une fois. Merci à vous. Thank you.
إذن في انتظار طبع الانطلاق ندوة صحفية الخاصة بالمدرب الوطني نناقش الحديث والتكلم على ما حدث في مباراة اليوم والخروج المفاجئ طبعا للمنتخب الوطني بعد هزيمته سيزوهير جلول طبعا بهدف مقابل صفر ضد منتخب موريتانيا الذي حقق أول انتصار له في تاريخه في كأس إفريقيا للأمم وحقق أول تأهل إلى الدورة من النهائي في تاريخه في كأس إفريقيا للأمم. والله كما قالوا زملاء أوني تري ديسو ما مناش راني عندما تشوف المنتخب تاعك ينهار بهذا الشكل من كل جوانب من ناحية نفسية من ناحية تكتيكية خسرنا كل شيء خسرنا الهيبة تاع المنتخب خسرنا الشخصية تاع المنتخب ما شفناش المنتخب هذاك اللي دافع على الألوان تاعه بكل شراسة وبكل قوة شفنا المنتخب البريطاني ربح كل شيء معركة تكتيكية معركة وسط الميدان لي ديوال كما يقول لك فاز عليهم كلهم وخاصة عندما تشوف لي شونجمون اللي دارهم اليوم المدرب والله كما يقول لك احنا كنا نشوفوا في المباراة عندما تخرج انت احسن لاعب والناس وتخرج نقاش مفتوح عمورة وتخرج الاخر انا نظن هذا كان احسن اكبر خطأ الشيء الثاني احنا كلنا فرحنا لي شونجمون تاع المنتخب تاعنا كي بدل غير خمس لاعبين احنا قلنا راح يكون لو ديكليك ومن بعد دوزيام ميطون عاودوا نشوفوا اللي خرجنا عاودوا دخلوا دونك انا في انا غيان في ديفون زوير ديفون دو بوفوار لو ديكليك اون 40 مينوت نو بس نو بس تخيل اكزاكتومون تعطي لا شونس للناس انا تعطي لا شونس للناس قريب 200 دقيقه اون تخلي دو ماتش و ديجان كي زون في ان تري بون اونتري كي زون مي الفو في لا ديفونس تاع موريتانيا نعطيلهم اون شونس تاع 45 مينوت سي با نورمال زيد انا ليا سي لا فان دون جينيراسيون ديجا وي سي لا فان دي جينيراسيون كاين بزاف لاعبين هذا سيكل طوال بزاف فوالا لازم يكون تغيير جذري تغيير و اوكي كاين بزاف لاعبين كيما مبولحي كيما سليماني كيما اللي لعبوا اسمح لي اللي لعبوا زعما لعبوا ما لعبوش في لاكان هذه نو او ريفوار ميرسي مصطفى نعطيك سامحني زهره لما دخلت في الشوط الثاني كنا نشوفوا في المباراه في في في, في لي كوليس لما بدا الشوط الثاني قلت لنا سنلعب ب 10 لاعبين اوف نلعبوا علاش قلت لنا حنلعبوا ب 10 لاعبين الشونجمون اللي داروا بيان سور سيد ما كاش صافي عامين ما كاش محرز ومن بعد عامين ما كاش محرز دو زون ابسون في ليكيب ناسيونال ومن بعد يلعب برومي ماتش كونت لونغولا ما كاش يزيد يلعب كونتر بوركينا فاسو ما كاش ومن بعد تعاود دخلوا ودخلوا بلوس في بلاصه عوار دخلوا في بلاصه عوار وسط الميدان فرغنا وسط الميدان بيان سور شوف سيد او بورد لا كريس دونار وقف يجيستيكولي في البون توج في لا لين دو توج اي كانوا في البون ما كاش واحد يقول اسمع واش راك دير واش راك دير مي سي با بوسيبل ستادير شونجمون هذاك تاع شونجمون هذاك ماشي ان ابروبري جو نتروف با كاليفيكا لا ما يديروش ان ديبيوتون بيان سور بيان سور خرج عوار نوم دو ميليو باش دخل محرز لماش وخرجوا الناس من بعد خرجوا الناس سيتي لو جوار لو بلو دونجور سيتي لو بلو سيتي لوي كي الوفي كي الومي لتنسال القدام هو اللي كان يحرك شويه للقدام تخرجوا باش دخل واحد حابس كومبليتمون الاري كومام سي يلا نسمع تصريحات المنتخب الوطني سامحني جمال نسمع تصريحات المنتخب الوطني الذي جاء لندوة صحفية Est-ce que c'est vraiment ça le problème ou est-ce qu'il n'y a pas un autre problème Est-ce que vous ne reconnaissez pas, après justement ces deux échecs d'affilée, qu'il y a un problème autre peut-être dans ce que vous nous proposez avec cette équipe De manière, toi, depuis le début, tu es en mission. Connu toi des aides foot depuis le début c'est comme ça tu as pas précisé que peut-être un des rares entraîneurs le deuxième avoir gagné une coupe d'Afrique aussi en, ouais ça et le mais je me fous de tes remerciements à toi parce que je te connais depuis 6 ans pour ceux qui te connaissent pas ta question on l'a pas je sais même pas quoi répondre à ça si c'est pour démarrer comme ça Moi, c'est pas du journalisme. Toi, t'es en mission depuis le début. Je te l'ai déjà dit de toute manière. Question suivante. Ici.
Coach, sur les deux premiers matchs, on a vu l'équipe d'Algérie, notamment sur la première mi-temps, où elle avait contre l'Angola, elle aurait pu tuer le match. Sur la deuxième mi-temps, disons qu'il y a eu une baisse. Sur le deuxième match, sur les 90 minutes, elle a eu du répondant. Elle aurait pu gagner le match contre l'équipe du Burkina Faso. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe d'Algérie? On n'a pas reconnu l'équipe d'Algérie. Des buts, maman, je ne sais pas moi si tu me dis qu'est-ce qui a manqué. Il marque un but sur un corner. Avant ça, il n'y a rien du tout pendant toute une mi-temps. Je peux pas accepter l'idée que tu dises qu'est-ce qui... Non, il y a une mi-temps à sens unique, une situation, même pas une situation, c'est but. Donc voilà, nous, c'est le constat amer qu'à chaque fois qu'on concède un semblant d'occasion, ça finit au fond des filets. On peut revenir sur tous les buts concédés, et vous verrez ça. Il y a des choses que je ne peux m'expliquer. Ensuite, on n'arrive pas, nous, à marquer alors qu'on a des situations, plein de situations. Voilà, donc il y a une partie du mystère du football. Si on ne concédait pas d'occasion, on ne se créait pas d'occasion de manière franche, si on se faisait dominer par les équipes, si justement on concédait beaucoup d'occasions, je dirais ouais, il y a un truc qui ne va pas, il y a un secteur qui ne va pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ce n'est pas le cas. Voilà, il y a une partie que je ne m'explique pas. Voilà, mais c'est une réalité. On est, comme il l'a dit notre ami, sorti pour la deuxième fois au premier tour de cette Coupe d'Afrique. J'assume entièrement cette situation. Coach, salam alaikum. خيبة أمل كبيرة للجمهور الجزائري المتواجد في الجزائر ولا المتواجد في بواكي. خروج من الدور الأول في كان الكاميرون إقصاء مر من المونديال. دقيقة كوتش. إقصاء مر من المونديال وإقصاء مر أيضا من الدور الأول لكان كوت ديفوار. هل جمال بلماضي راح يقدم اعتذاراته للشعب الجزائري وراح يرمي من شافه من على رأس المنتخب الوطني وشكرا. كندخلوا بلادنا ونعادوا في بلادنا إن شاء الله. Ici. Bonsoir Jamel. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Au-delà du manque de réussite, est-ce que vous considérez qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans ce que vous vouliez faire, en particulier dans ce match aujourd'hui? Tuer dans les occasions qu'on a, les situations qu'on a, mettre les buts, être tueur, le match devient quelque chose de différent tant qu'on n'arrive pas à finir les situations que l'on a, tant qu'on n'arrive pas à marquer, ben voilà, on n'est pas à l'abri du... Surtout qu'en face, il y a des joueurs, je vous ai dit qu'il n'y a plus de petite équipe en Afrique, on le voit tout le temps, on le voit à chaque journée. On peut vous punir sur ça, sur un coup de pied arrêté, sur un pénalty, on a concédé deux pénaltys. Là aujourd'hui c'est un corner qui ressort sur un corner, voilà, c'est trois... 4 buts encaissés, 3 buts sur coup de pied arrêté, 2 pénaltys, 1 corner. Nous, on n'arrive pas de l'autre côté à finir nos occasions, les situations que l'on se procure. Voilà, donc ça fait qu'on n'est jamais à l'abri dans les matchs-là. On n'a jamais pu faire le break lors de nos rencontres. On n'a jamais été tranquille. Donc, voilà. On va de l'autre côté. Bon. Bonsoir coach, Jamel, Latif, Mirar en fond au groupe. Alors, Jamel a héros en 2019, derrière... S'il vous plaît, ne répétez pas par contre, si je peux me permettre, les mêmes questions par contre. Si ça tourne autour de... On est sorti au premier tour et puis on a fait ça en 2019, on ne va pas s'en sortir, je ne vais pas répéter, parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes questions. Vous ne pensez pas que c'est la fin d'un cycle, Jamel? Moi, ouais, peut-être. C'est ma question. Peut-être, oui. Peut-être. Ok, donc voilà. Salah Faisal à 24 News. Je pense que beaucoup de mes amis ici, mes confrères, hésitent pour parler de la VAR. Aujourd'hui, notre confrère a parlé s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné aujourd'hui à cette CAN, Jamel. Mais aujourd'hui, je pense sincèrement que la VAR n'a pas fonctionné. Elle était absente quand il s'agissait de l'Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas que la CAF, à un moment donné, elle a quelque chose là-dedans? Merci beaucoup.
J'ai pas revu les... Je peux vous dire. Il y a une action de Slimani qui était super nette, qu'il y a un pénalty. Non, donc je vais répondre. J'ai pas vu les images, donc je peux pas en parler comme j'en ai parlé sur le match. J'ai bien compris la question. Donc je peux pas en parler maintenant, parce que j'ai pas encore vu les images. Je peux parler que d'un truc que j'ai vu. Donc sur le match du Burkina Faso, on a clairement Bardad qui est ceinturé, et ça fait la différence. Ça fait la différence chez l'adversaire, puisqu'on a pris, sur les trois buts qu'on a pris entre le premier match et le deuxième match, trois buts ont été vérifiés à la VAR. Donc, ça fait carrément la différence. Nous, il n'y a pas de VAR qui est vérifié sur ce deuxième match. Apparemment, pas de VAR se vérifier sur ce dernier match. Les joueurs me disent clairement, et ce n'est pas des gamins, comme tu as dit, Islem Slimani, il y a faute ou il n'y a pas faute. Il me dit comment tiens. Ça, c'est un constat. Ça, c'est sûr et certain que de notre côté, elle n'a pas marché, elle n'a pas fonctionné la VAR. Ceci n'explique peut-être pas tout, mais en tous les cas, sur cet aspect-là, quand nous concédons trois buts qui ont été validés par la VAR, à vous de faire les comptes. Maintenant, si vous voulez être aveugle, moi par contre, j'ai vu quelque chose sur le terrain, et je ne veux pas, vous avez parlé de ça, je continue. Quand je vois. Moi, la ligne appartient aux arbitres, au quatrième arbitre et aux entraîneurs. Quand je vois le président de la fédération qui vient tout le match haranguer l'arbitre et qu'on lui dit « mais vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de faire » et que tout le monde m'esquive, tout le monde fait semblant de ne pas comprendre, l'un après l'autre. Je l'explique à tout le monde, à l'extérieur, sur le terrain, en rentrant dans les coulisses. J'explique ça à tout le monde et tout le monde fait semblant. Où on a vu dans le monde, dans le football mondial, un dirigeant descendre, parler avec les arbitres de touche, et ils font comme si de rien n'était. Donc, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui... Vous n'avez pas de regret par rapport au choix de joueur. Bon, il y a certaines absences de Ben Sbaini, par exemple, justement, est-ce que son absence n'a pas pesé sur le rendement de la défense algérienne? Merci. Rami Ben Sbaini qui joue à Dortmund et qui a cette importance dans cette équipe-là, c'est sûr que ça fait défaut, il vaut mieux l'avoir que le contraire. L'absence d'Ismaïl, bien sûr aussi, mais bon, moi j'aime pas... entre guillemets, les absents ont toujours tort. On a un groupe, il y a des joueurs qui sont là, ils sont là pour prendre. Ça va pas, même s'ils étaient, mis à part les blessés ou les suspendus comme Rami. De changement, on a mis de la fraîcheur, on a fait voilà, ce qu'on a estimé être le mieux pour ce match-là. Ça n'a pas fonctionné comme on voulait. J'assume complètement. Si. Hachim El Yemani, le quotidien de Nouakchott. Coach, vous êtes écarté par l'une des équipes qu'on peut appeler petit poussé de la compétition. Est-ce que vous l'auriez imaginé avant le coup d'envoi alors qu'un match nul vous suffisait? Pour moi, c'est manquer de respect à la Mauritanie que de dire petit poussé. Quand on voit toutes les rencontres de cette Coupe d'Afrique, on voit bien qu'il n'y a pas de petites équipes, grandes équipes. Est-ce que vous aurez imaginé que la Côte d'Ivoire perde 4-0 contre la Guinée équatoriale hier? On voit ça durant toute la Coupe d'Afrique. Donc, si c'est pour dire que je suis un gagnant, je suis un compétiteur. Donc, avant chaque match, j'estime que je pars pour gagner un match. Donc après, je ne suis pas, entre guillemets, Madame Soleil. Les résultats, je ne peux pas les prévoir à l'avance. La tournure des événements, je ne peux pas la prévoir à l'avance. Aujourd'hui, ça a été contre nous. J'en suis à 6e défaite en 6 ans dans une compétition aussi importante que celle-là. On en a conscience, on prendra nos responsabilités. D'autre côté, là-bas. سيد المندي كنت دائما تعلل تعثرات المنتخب سواء تعادل أو خسر بالقول إننا نواجه منتخبات إفريقية تتطور. منتخب الكرة الإفريقية تقول دائما أنها تتطور. هل هذا يعني أن المنتخب الوطني يتراجع إلى الوراء
في عهدك، هل تعتقد أنك أنت السبب وراء ما يحدث للمنتخب الوطني؟ Je vais répondre en français, c'est plus facile. Quand je suis venu en équipe nationale, on était 14e au classement CAF, 60e au classement FIFA. Au moment où je vous parle, on est dans le top 5 africain et on est 28e, 29e, 30e au classement truc. Donc si c'est pour, et avec une Coupe d'Afrique dans les mains. Avec des bien sûr des. Il pose la question, il répond même. Il regarde même pas. Si, un peu de respect, s'il vous plaît, vous posez la question. C'est fini, j'ai plus besoin de. On passe à une autre question. Ici, oui, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir coach. C'est Sofiane Meunier du site Africa Top Sport. Donc je veux avoir une réponse coach par rapport à l'équipe d'Algérie. Qu'est-ce qui nous a manqué, franchement, pour passer au deuxième tour, sachant qu'on a, j'estime qu'on a un effectif riche et une génération dorée. Merci. Génération dorée. Faire attention aux mots. Toutes les équipes ont des générations dorées. Toutes les équipes ont des bons joueurs. Je dis l'efficacité. N'a pas fonctionné. Si on regarde, c'est dur après un match d'aller dans ce domaine-là. Moi, je n'ai pas toute ma lucidité. Je ne dis pas si pendant toute la rencontre, en attendant la fin, pour poser des questions. Mais si déjà on analyse les trois matchs, il faudrait voir la fiche technique aussi de ce match-là, possession de balle, tout ce qui a à voir avec les situations offensives. Quand on voit à la fin. Il n'y a pas le rendement espéré justement par rapport à toutes ces statistiques. Il y a un but qui tape la barre au lieu de taper la barre, rentre à l'intérieur, ça, un truc, toutes les situations qu'on a pu avoir, ça fait la différence sur un match. On aurait voulu donner à l'occasion de poser plus de questions, mais cette conférence touche à sa fin. Merci beaucoup, coach. عودة إلى الاستوديو المركزي طبعا مباشرة بعد ردوة صحفية التي ينشطها المدرب الوطني الذي قال أنه يتحمل مسؤولية هذا الإقصاء ويتحمل كل مسؤولية أو يتحمل مسؤولية كل ما حدث في هذه الدورة وتكلم في سؤال أو أجاب في سؤال لقناة البلاد للصحفي وليد ريسي عن مستقبله مع الخضر قال عندما نرجع إلى الجزائر سوف أتكلم على هذه الأمور وتكلم على عدة نقاط يمكن أن نناقشها في البلاطو سنبقى نتكلم إلى أن ربما قد يتغير شيء في كرة القدم الجزائرية. يلا خلينا نسمع تصريحات أنصار المنتخب الوطني مباشرة من ملعب سلام ببواكي طبعا ولكن بعد قليل عن ربما أتصور أنه فيه غضب كبير من طرف أنصار المنتخب الوطني بعد نهاية المباراة المناصرين نحوم جيوبهم نحوم حياتهم نحوم عائلتهم وبمساعدة الدولة الجزائرية بخصم 50% من تذكرة تنقل إلى بوركيناف أو إلى كوت ديفوار ولكن خروج من الدور الأول كل ما وفر للمنتخب الوطني من إمكانيات مادية وبشرية ولوجستيكية وكل شيء خروج مرة أخرى من الدور الأول سعدي لما سألوه قالوا له هل سترافق ولا تضع إمكانيات للمنتخب الأول قال لهم جفي دوبلي الإمكانيات يعني أكثر ما كانوا يمدوا لهم وهذه حقيقة شفناها جوسيت على أرضية الميدان بعدما كل المنتخبات تاع إفريقيا ما عندهاش نفس الإمكانيات اللي عنده المنتخب الأول ولو أنه ما نحبش نتكلم على هذا الموضوع
لانه لما تكلم على الامكانيات يقول لك بيان سور بسيف لازم تعطيهم الامكانيات صح، لازم تكون عندهم الامكانيات، لازم التالي تشوف المنتخبات الاخرى اللي راهي متاهله بست نقاط وبسبع نقاط وامكانيات منعدمه تقريبا تماما، لاعبين ذو اسماء، يعني تشوف اشياء اللي ربما منتخب السنغال تاهل بتسع نقاط ايه. اسال عن الازمه الماليه التي يعاني منها الاتحاد. لا تشوف صالر تاع شوف صافا مانيش نقول لك شوف مانيش نقول لك الراتب نقول لك اسال لا كل شيء شحال من شهر ما عندوش اليو سي سي شحال عنده ما خلص كل شيء يمشي مصطفى اسمح لي زيد واش حبيت انا نرد على جمال على المدرب ولا مسيو بلماضي ما يقولوليش كيفاش جات عيط له جمال يقول اون فيني مال نوزاكسيون وي سي فري اون فيني مال نوزاكسيون باسكو ما عندناش لي بون زيدي باش نكملوهم مي هو اسكو مد لي ميكانيزم تكنيك وتكتيك لي جوار باش يترمينيو لي زاكسيون تاعهم هاو المشكل باسكو هاد الشيء هذا لازم نخدموه في لونترينمون باش لي جوار تاعنا يزاغيف افوا لي زوتوماتيزم سور بلون اوفونسيف محمد باش تجي محمد زعما هذا الشيء ما نهضر معاه لا اون فيناليتي كي تشوف معاهم كي تشوف انت كي تشوف انت على ارض الميدان او شيء اخر ما شفناش هذا الشيء On a vu des actions. On a vu quelques actions premières. Jamal. لما تشاهد هذه الصور من فضلك المخرج. لما تشاهد هذه الصور. كيما هما. معليش لما تشاهد هذه الصور واش حنقولهم في نيمار نوز اكسيون؟ لا لا ما عندك واش نقولوا في نيمار نوز اكسيون؟ قولوا ما عندناش الزهر. انا فاي. قولوا انا فاي. جمال ذهبنا بمنتخب الى طوغو للتحضير في ادغال افريقيا وفي رطوبه عاليه وفي امكانيات كبيره. دينا دي جوار سامحني قاسم دينا دي جوار مثلا بالليلي من مولودية الجزائر ديناه أسبوع كامل في مركز تحت المنتخبات الوطنية في سيدي موسى من أجل تحضير اللاعب وفق الاتحادية كيف كيف يوسف عطال كذلك كيف إسلام سليماني كذلك أخذنا لاعب عائد من الإصابة لعبنا به أساسي في المباراة الأولى نزيد نروح معك بعيد جمال من غير المعقول دخول في مباراة مصيرية بلاعبين لعبوا صفر دقيقة في صورة توغاي وبوداوي أكثر من ذلك لعبنا في مباراة مصيرية بلاعب عوار لعب 15 دقيقة في المباراة الأولى شيء برجل المباراة غير موجود في المباراة الثانية وغير موجود في المباراة الثالثة فغولي مباراة أساسي في المباراة الأولى غير موجود تماما في المباراة الثانية وغير موجود تماما في المباراة الثالثة مصطفى سي با نورمال نشوف الإخوة شاطروني هل يعقل ان اللاعبين بلاعبين تفشل في منافسه كبيره اللي هي المونديال كاس امم افريقيا ثم المونديال ثم تقريبا تجيب نفس التعداد زي تلعب به كاس امم افريقيا هل يعقل اسمح لي خويا راك غلط سيتو طالع عندي سؤال اسمح لي قاسم مازال ما هضرش قاسم تفضل مهدي يا زيد انا توس واش راكو تحكيو يا ان سول بروبليم كي ريال دون تو سا يا ان مومون بالك الميساج لو يمد لهم ماهوش يجوز لو ميساج بين لي جوار ولونترينور ماهوش يجوز انا جاب لي ربي سي لا فان دان سيكل ما نهضروا على لي زوكازيون راتي ما نهضروا باسكو يا ميم با اون بو ميم با بارلي سور لو كوتي تكنيك سي الكوتش كي بارلي سور لي زوكازيون راتي وي مي انا واش نقول لك انا سي جو ديفي لو ريبوند انا جاب لي ربي بور مو لو بروبليم لي بلو بروفون كو سا انا مثلا تفضل يلا انا جي لامبريسيون كو لي جوار مي سون با ايبانوي بيناتهم ما حسيناش ان جروب اللي رايح لا غير ورايح يكومباتي على حاجه اللي حاب يجيبها معاه انا جو بونس سي الكونتريس كي دي مي اه بصح اسمح لي اسمع هو سكي دي اسمح لي دون اون كونفيرونس دو بريس كون نقولوا عاقلين او يفيان سورتيغ او بروميي تور ما إلي عشو يا بوكو اسمع انا شو با بور انا نقول لك باللي انا جاب لي ربي لو ميساج باس بلو انتخ لي جوار اي لونترينور دونك سا فو دو دير مي اون بو با جوجي لي بوتونس تاعو خلاص لا لهم لي بوتونس تاعو هذاك اللي كان تيتحكم فيها شيخ يا ان مومون كون تو انترينور كي الميساج تاعك ما يجوز للجوار سافي ديغ ما فيهاش مفاهمه سامحني قاسم دوبوي كو شوي جورناليزم دوبوي كو راني نتبع المنتخب الوطني جامي شتي اون كومبليسيتي تاع لي جوار مع مدرب كيما راني نشوف لا لا بصح يزيد جامي شتي افريقيا في بلوتو في فلوس طاج تاع
ايه رايفات رايفات الو لا رايفات الو رايفات رايفات ما تحكيش انا ماجر الو لا ماجر عاودنا جبنا مام لو بلج لي 15 لي 15 انا جامي شفت ان كومبليسيتي بين اللاعبين والمدرب الوطني كيما هذا انا ماشي لا تقول لي لو ميساج نو باس با صح لو ميساج با سور لو بلان دو المحبوبه انت بيان سور انا جو تو بارل لو ميساج تاكتيك سا باس بلو تو لو سون كي ان برو اي لو ميساج نو باس بلو فير سورتير عوار اي فير رونتري سي فو تسنى وي سي فو سي فو فير سورتير هو الناس كي لو لوم دو ماتش بور مو يا زيد خويا حبيت نقول لك سؤال جاي عندك يا زاهر وقبيق قبل من المقابله كاع كنا متفائلين بيان سور كاع كنا متفائلين وقلنا نربحوا واحد قال خمسه واحد قال زوج واحد قال ثلاثه بالتشكيله هذيك وكنا راضيين كاع يا قلنا يبا يفور لو شونجمون فهمتني شفنا ان بروميير ميتون لي جوار كي ايتي مي اسمع لي جلوبالمون ايزو ريبوندو خليني نكمل خليني نكمل خليني نكمل تقول امور ما صراوش كنا راضيين كاع بون بغيت ما هضرناش على عوار لازم عوار يقعد فازي فازي يا باتو فازي دوك انا راتي لا بروميير ميتون يا يو دو كوم دي زوكازيون لي جوار كي اللي حطوهم ايزون جوي سي او مومون وين الى في لو شونجمون تاع عوار خرج عوار ودخل محرز اللي تما ما فهمنا فيها والو زيد من بعد زاد خرج واسمو بوداوي لا لا وناس وناس عمورا بعد بوداوي نو تماك انا بور موا سي او نيفو دي شونجمون كي لا ايتي كومبليتمون دي فايا شامبولي شامبولي كاع ليكيب تعاود تو ارومي دي جوار اللي كنا كي ايتي ديكريي وروبلاسيتهم بون بلي ميم ميتون بار دو جوار هنا جو بونس سي اون فايت تاع لونترينور ماشي تاع لي جوار جو بونس با كو لي جوار هادو مش كانوا حابين يربحوا ما كانوش حابين يرجعوا ولكن جو بونس كو لا موتيفاسيون تاع لي جوار ليكيب دي جوار موريتانيا ايتي بلو فورت اون بلوس دو شيما تاكتيك اللي حطوا لونترينور تاعو شابو با باسكو سي لا دوزيام ايكيب كي الكاليفي اون دو اون دو اون دو بكل روح رياضيه فقط نحيي منتخب موريتانيا الذي استحق تاهله الى الدور والمدرب تاعهم ايوا مدرب منتخب موريتانيا الذي كان مثالي في ارضيه الميدان ونزيد لك معلومه انه لاعبي منتخب موريتانيا توجهوا الى انصار المنتخب الوطني وتلقوا تحيه كبيره من طرف انصار المنتخب الوطني وهنأهم على التاهل هذا حتى لا يقال ما تعودنا طبعا قوله سامع به ان صح التعبير انه جماهير وغاضبه وشي من هذا القبيل حيوا الخصم وباركوا لهم تاهل وصفقوا عليهم من جهه المقابله من حقهم ينتقدوا فريقهم. ياسر زهر جلو شوف احنا لو بروبليم دو نوت ايكيب ناسيونال اي لي بلو بروفون كو سا باسكو اي دات دوبي 2019 يا با اي دو ستابيليتي دو ليفيكتيف يا اي بوكو دو شانجمون يا بوكو دو شانجمون او نيفو دو de la fédération il y a beaucoup de un endom اليوم نقول المباراه تاع اليوم استادير بالماضي ما صابش الوصفه ما صابش نا با تروفي لي جوور كي فو il faut لازم دخل اللاعبين اللي لازم بور سو ماتش لا حنايا هو دار لو شانجمون juste pour le changement pour satisfaire بالك دي جون عاود نحاهم عاود دخلهم دونك لا فاصون كيفاش كان يتكلم مع محرز وكيفاش كان يردي فيه انا جو بونس كو بالماضي دخل حتى لي سنتيمون تاعو هنايا دونك دون لو فوتبول سي تو في رونتري تي سنتيمون تو في جوي تي سنتيمون افيك تي جوار سي تو كوي سي بور سا راني نقول لك اليوم بالماضي اي كومونس ا بيرد لا مان اي كومونس ا با ما ولاش يتحكم في المجموعه كيما لا بيردي وي لا بيردي وي لا 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 ولكن اليوم او قالها يفو كو تو الموند بران سي ريسبونسابيليتي لونترينور اي لي جوار باسكو لي جوار تانيت ايزون فايي انا شفنا سارتان جوار ما كانوش ميم با يروحوا للديوال خويا يا واش لا فان دون سيكل يا دي جوار كي دون بلو رين افوار فولو دي يا دي جوار كي دون بلو رين افوار ديوال اسمح لي لي ديوال لي ديوال اللي كنا اخي شفنا كاع الماتش انصومبل لي ديوال قعدوا في الارض في السما في دونك اسكو بالماضي الا في جوي tous les meilleurs joueurs qu'il faut dans le poste qu'il faut parce qu'il y a des complicités ou mécanismes chaud كاين سيرتان كون لي ميكان دونك حنا شفت عموره دخل بان ميك خير كنا كاع نقولوا عموره دخل في هذاك دخل ها ماشي في هذاك تو فوا دونك وضفوا في مضرب وين عموره ايتي بلوكي ما قدرش دونك سي بور سا راني نضل لك سور لو بلون تاكتيك اون ا فاي ا 100% ميم لي شونجمون ولهذا نقول لك كل واحد لازم يتحمل المسؤوليه تاعو كي المدرب كي اللاعبين انا تحول انا هذه تاع تحب المسؤوليه سمح لي مدرب سامحني سامحني مدرب شكون المسؤول الاول المدرب المدرب انا قلت لك المدرب واللاعبين مي دو كان مانيير كي تقول انا نتحمل مسؤوليتي دو كان مانيير بعد واش راك حابب انت مصطفى
كي تقول لي نتايا نتحمل المسؤوليتي دو كال مانيير واش راح تجيب لنا حنايا اوتوك حنايا محبين تاع المنتخب الوطني كي تقول لي انا نتحمل مسؤوليتي هاي قول لي يفو شوف يا زيد انا نشوف ما نتكلمش غير لا فايت تاع اليوم باسكو يا اون بلو غروند فايت قبل منها اون ا باسي ليبونج دزناها صبنا هذاك النهار صبنا لو بوك ايميسار قال هذا هو ماشي حنايا نظن ابارتير اون فان دوما بتات ابري دما السمانه الجايه ولا الفوك لي ريسبونسابل دو فوتبول يعني مسؤولين كره القدم الجزائريه يقعدوا تور دون طابل افيك لي تكنيسيان يفو ريفوار يفو ريبونسي الفوتبول ان الجيري باسكو ني شامبيونا ني لي زيكيب ناسيونال ني يفو ريفوار كومون كسا فونك كومون لو فوتبول فونك كيفاش راه يمشي كيفاش راه يمشي كره القدم في البلاد هذه باسكو نقول لك اونيتمون انا بالنسبه ليا نو زافون تو فو عندنا كلش غلط الفو تو ريفوار il faut revoir la direction technique il faut revoir la direction des équipes nationales il faut revoir les clubs تاعنا il faut يعني كلش كلش la formation il faut revoir aussi la formation bien sûr qui tu vois au Sénégal champion d'Afrique U17 champion d'Afrique U19 champion d'Afrique U23 toutes catégories qui tu vois le الناس كيفاش حنا نقولوا انا واحد نقول l'Afrique les clubs les pays africains enfin le football africain راه في تطور وي لو فوتبول افريكان يتطور لا ميور يعني لا ميور لوسون درس احسن درس اللي نديوه نديوه من عند موريتانيا اليوم نديوه من عند موريتانيا الفوتبول تاع تاع الافريقي راه يتطور بصح يفوا افوار لو كوراج دو دير لازم تكون عندنا شجاعه باش نقولوا احنا رانا حابسين الناس راهم يافونسيو وحنا رانا حابسين صرحت الجماهير بعد نهايه المباراه طبعا من ملعب سلام ببواكي الايفواريه مع مبعوثي قناة البلاد. عملت الله الله يحفظك في الماضي، هذا ميساج ديريكت ليك، أخطينا يرحم والديك، عندنا لي ميور جوار، عندنا لي ميور جوار في أفريك، عندنا كاع لعبوا في كرون ديكيب، يرحم والديك، يرحم والديك روح، من الناس مثل الاستقالة تاعك روح الله يحفظك، روح القاطر ولا روح وين تروح، أنت محدود محدود. بارك الله فيك جبت لنا لاكو في 2019 خلاص عيدنا ضرب ابو شامير تروح ليكيب هذه ليكيب هذه ضماني نربحها علاه والله غير ضماني نربحها ضماني وباب الشيخ وخوالي نربحها علاه علاه كي تخمم مع راسك موريتانيا هذه علاه 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 ديروا لنا هكا علاه شو شعبيتك شو راه تبرز علاه كيف صاحبي ما رجعنا أخي نوجه دركا نوجه رسالة للإدارة تاع الفريق الوطني يلزم ريستركتوراسيون توتال دركا عندنا الوقت نبنيو درك للمونديال نبنيو كوب دافريك الجاية إن شاء الله صحيح حنايا يعطيهم الصحة لي جوار نقولوا لهم كتبتوا تاريخ جديد مع الخسارة مع موريتانيا راكم خليتونا نشوفوا صورة جديدة والأنصار اللي هنا كامل راهم عندهم رأي واحد لازم ريستركتوراسيون توتال ليكيب ناسيونال لازم وجوه جديدة تغيير جديد ودم جديد هذه هي يعطيكم الصحة أنت قلت موريتانيا هي اللي غابوا منها وهي اللي غير ربحتنا بهدلت بينا يا بالماضي بهدلت بينا بهدلت بينا هذا وزعما أنت غادر تروحك هاني ناحية محرز بلالي دير لي ربعة شونجمون في فورماسيون كامل ربعة ربعة تغييرات ربعة تغييرات في مباراة مهمة كارثة 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 الرحمة على والديك يا بالماضي اخويا درت جبت لنا لك الدوبري درت اللي عليك بارك الله فيك لا عندك والدين الرحمة على والديك ديمسيوني روح اخويا روح خلينا نبدلوا ديما جديدة وخلينا نجربوا حاجة جديدة اخويا عين عين موريتانيا بهدلتنا قدام الأجناس كل سترة تي فيكتيم داكور ما تي فيكتيم de l'arbitrage mais le troisième match contre la Mauritanie on mérite pas vraiment c'est mal la tactique n'importe quoi etc nous sommes vraiment très déçus et on mérite pas la qualification ouais ماصر ماصر كون جات عندهم عندهم لي جوار تاوعنا يحتلوا العالم ما عندهاش لي جوار ماصر عندهم الحارين يلعبوا على التريك باردين إذن هذه تصريحات الجماهير الجزائريه المتنقله الى ملعب بواكي لحضور مباراه المنتخب الوطني للمنتخب
موريتانيا والذي انهزم للأسف نذكر انهزم بهدف مقابل صفر في مباراة كانت مصيرية من أجل التأهل إلى الدور الثمن النهائي. في تصريحات الناخب الوطني سيد جمال بلماضي يقول كنا نتواجد في مركز 60-65 ربما والآن في مراكز متقدمة. أذكر فقط لمن يتابع كرة القدم الجزائرية والمنتخب الوطني وكرة القدم الإفريقية أن منتخب موريتانيا يحتل المركز 105 ومنتخب أنغولا يحتل المركز 117. فبمجرد خروجنا اليوم إلى من الدور الأول سنتحول أوتوماتيكياً إلى المركز 60-65-70. فإذا كنا نتكلم على مثل هذه الأمور يجب الحذر ربما خاصة في الأوقات الحالية. صدقوني لقد أشرفت وقدمت حصة مباشرة بعد الخروج من المونديال وكم كانت صعبة تلك الليلة. صدقوني أصعب أنك تنشط ندوة صحفية بعد خروج في مثل هكذا ظروف ومن الدور الأول وبهذه الطريقة. كل من يحضر هنا في البلاطو مقهور، غادوا المنتخب الوطني، يعجز اللسان عن التعبير، ولكن نواصل الحديث ونواصل الكلام ونواصل التحدث على المنتخب الوطني وما يحدث في المنتخب الوطني. وللأسف أنكور أون فوا مصطفى لم نستطع تحقيق ولو فوز واحد في دورتين لكأس إفريقيا. نعم هذا المنتخب تاعنا ونحبوه لما يفوز ونقعدوا نحبوه حتى لما يخسر. هذا هو احنا الدور تاعنا هنا باش اونتير لي سوني دالارم. احنا دائما كنا نتكلموا في البلاطوات سواء هنا ولا في بلاطوات اخرين، نتكلموا الحقيقه اللي نشوفوها احنا حقيقه. ربما الناس ما عجبهاش الحال لما تسمع الحقيقه، لكن هذه هي. احنا لعبنا شويه كره القدم، ربما عندنا كلكو سونساسيون، مي نظن انه في كره القدم حقيقة تاع اليوم ماشي تاع غدوة. لهذا نقول لك انه كل شيء يقدر يتغير، كل شيء يقدر يتغير في كرة القدم وبسرعة اللي ربما ما تقدرش تصورها. لما تخرج من منافسة كبيرة مثل هذه في الدور الأول بين نقطتين، عدد من الأهداف اللي تلقيته، وتكلم اللي تقول لي احنا كنا في المركز 60 ولا 70 ولا 80، أعطيني الحصيلة. تكلمني حصيلة، أنا نعرف هكذا، أنا نعرف منافسة كبيرة، منتخب الجزائري يمشي بعيد في المنافسة كبيرة، المونديال يكون في المونديال، كأس أمم إفريقيا يمشي على الأقل إلى المربع الذهبي، على الأقل أقول المربع الذهبي، مقارنة بالمنتخبات اللي ما عندهاش إمكانيات، نقول ما عندهاش إمكانيات بتاتا. لهذا نقول لك أنه المنتخب تاعنا صح مر جنبا في هذه المنافسة هذه مرة أخرى، لكن ما تجدوش ترقدونا تقولوا لنا أن المنتخب وعندنا وعندنا وعندنا، لكن نقول لك دوكا ما عندك والو. تخرج من كأس أمم إفريقيا ثم تخرج من مونديال ثم تخرج من الدور الأول، وين يقدروا يجوزوا حتى الثالث، أحسن ثالث تقدر تجوز، ما تفوش بمباراة واحدة على الأقل وتخسر في المنافستين، ما تفوز حتى فوز. يعني ما تقدرش تكلمني على حصيله، ما تكلمليش على حصيله وتقول لي احنا كنا صح احنا فزنا بكاس امم افريقيا. ما تخلينيش نتكلموا يا زيد كيفاش فزنا بها وعلاش وبدا فزنا بها. اليوم الجمهور الجزائري صح بقي متعطشا ل 2019، لكن حقيقه الميدان اليوم راهي باينه، لاعبين مستوى ما يقدروش يكونوا في المنتخب الاول. هل رحيل المدرب المنتخب او مدرب المنتخب الوطني جمال بلواضي سي تان دي باوفير كي ندخلوا للجزائر؟ لا 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 يفوت 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 دي شوز بار لور نو كيما يقول لك. جو بونس كو سي بون. انا واحد جو دي كو بلماضي ا فاي داير عنده دي زوبجيكتيف، عنده دي زوبجيكتيف كي نورمالمون راح دومي اقل شيء راح دومي فينا في الكونترا. ما عندوش دونك لا يقولوا اقل شيء عنده دومي يروح في الكونترا. المهم جو بونس كو انا ا سا بلاس لا مون دي شوز سي دو لو ميت ما ديميسيون لا صح ولا بار ريسبي بور لو بوبل. هذا مع الويلا اتوندو وكدا والشعب، ولكن اليوم الشعب اللي كان بالك كان يحبوا بزياده فو لو ريميرسي بور تو الترافاي كي لا في فو لو دير، ولكن جاب لربي حان الوقت باش هو يروح. سمح لي يروح هو وزيدوا روحوا بعض اللاعبين لي سايك جدي كي سون فان سيكل بركات. شوف انا بعد اقصاء الفريق تاعنا من كاس العالم
انا من الناس اللي كان انا من الناس اللي كنت نقول يلزم يزيد ستادير ما يلزمش يروح يفالي باكي البارت سور هذيك ليليمينا لا ماري علي ايمينيناسيون سيتي اون 30 سكوند انا من الناس كنت نقول يلزم يزيد باسكو يا كانت هاد لا كوب دافريك ايتو او موا او موا نديرو اون غراند كوب دافريك ايتو ستادير بوفي او موا سو راشتي لا مينتون كاين نشوف يعني واش هو شوف لي ريزولطا تاع شوف النتائج تاع الفريق الوطني المردود تاعها الاداء تاعها نظن باريسبي يعني باريسبي للمهنه اللي يديرها جمال بالماضي باريسبي اسا بيرسون انا واحد نقول 21-27 او ريفوار ميرسي وما نساوش بون سي فري اي نوزا في غانيي لا كوب دافريك يكثر خير ويعطيه الصحه مي لي طون يروح يلزم يروح بيان سور تاريخ سيكتب انه وجا بكاس افريقيا 2019 وما كاين حتى شخص يقدر يمحي له التاريخ لا يزيد كيما بصراحه ما نفوز يزيد ميم انت كي تكون كيما هو وعندك اون فورت بيرسوناليتي انا تعطيني رايك اعطيني رايك رايي سي لو مومون بور موا باغ ريسبي البوبل الجزائريين سي لو مومون كي بارت سي لو مومون كيما قال الشيخ On a été tous dans la même lancée. نهار خسرنا ما رحناش للمونديال قلنا نو il faut le laisser sur la continuité et يروح للكوب دافريك هذا الجروب هو اللي يعرفو لو كان نزيدو نجيبو مدرب جديد نزيدو نجيب بالك يتخيروا بزاف السؤال لا سي لو مومون ميم هو نورمالمون سي اون هوميلياسيون بيرسونيل و جو بونس كي كنت نقول لك مقبل على لو ميساج نو باس بلو ماشي غير مع لي جوار كو لو ميساج نو باس بلو ان طونك سيليكسيونور ناسيونال يا مومون برك يا زيد اسمح لي نعاود جو روبوندي واش كان يهضر مع مهدي ضحاك في لا كونفيرونس معليش افون سا ليس موا فيغ لو تور مع لي كونسلتون تاعنا كونسيرنون سكو فوز ات بور كونت لا ديميسيون ولا ديبار تاع جمال بلماضي على راس المنتخب الوطني مي نوعدك نولي عندك جوست كي نكمل معاه محمد انت قلت مع الاول حنا رانا هنايا والشعب يعيطك من الحب تاع الفريق الوطني وي هو كل دايم كان يقولنا باللي كاين عديان تاع الفريق الوطني دونك انا نقول له جاتني اوكازيون اليوم نقول باللي حب الجزائر ماشي سي با ان نو ولا ان بوست ولا ان ميتي حب الجزائر سي ان اسبري ان ايتا ديسبري سي ان انجاجمون كوتيديان اي بيربيتويال دونك حتى واحد ما يقدر يعطينا الدرس من هذه الشهاده اما يقعد ولا ما يقعد سي بون بروبليم انا ربي زهير والله مليح واحد يعرف قدره يلحق وقت واحد يعرف قدره ويخلي الشخصيه تاعو ويخلي الكرامه تاعو انا اليوم هذا الانسان هذا المدرب هذا الجزائري اللي نحبوه حقيقه اللي واحد الوقت فرح الجزائر اليوم شفنا اللي بلي خلاص المنتخب ما نجحش معاه وشفنا اليوم الإخفاق أنا نظن كان راح يروح فاز تأهل ولا ما تأهلش حتى ولو تأهل حتى ولو الدور دار إن كان مليحة كان راح يروح لأن عارف لي بلي بالماضي ما راهوش بالماضي تاع زمان وحتى ما عندوش هذاك الدعم اللي كان عنده من قبل ولهذا تالمون ما عرفوه تعرفوه قبل بالماضي جو بونس كي فا بارتيغ افيك لا تيت اوت je pense que oui. انا نشوف لي زيماج هادو فا بارلي يا زيد انا منتخب تاع جبهه التحرير الوطني هو اللي القدوه هو اللي يقدر يتكلم مع الوطنيه ويتكلم مع لا كيسيون سي سي باس انا جايك يا زيد انا جايك يا زيد هو اللي يقدر تمد به المثل مال يجي يخلص ويخدم ويخلص ما يتكلمناش على الوطنيه لانه جا يدير الا الدور تاعو جا خالص باش يدير الدور تاعو هذا ما كان لانه لو نعود لك الى منتخب جبهه التحرير خلى الامتيازات وخلى الدرام باش جاي مثل الوطني باش يوصل صوت الجزائر الى بلدان اخرى هذا المنتخب يضرب به المثل اما نعود لك الى السؤال تاعك ولا الموضوع تاعك نقول لك انه عاش من عرف قدره Je ne suis pas d'accord pour le mettre sur le plateau, Lyon sur la table, la question du nationalisme ou la mèche nationalisme. C'est ça,
سي لونتينور اسيم سي ريسبونسابيلتي اي دو كيتي وصلت عند بي ماتنون هو نعاودو نقولو باللي كان يلوموا علينا على باللي هو عنده ناسيوناليزم وحنا ما عندناش جو بونس با كي فور رونتي دوسي موني ديتاي اي فو ايسيي دوبليي ان تي بو هاني نشوف لي زيماج هادو نشوف لي جوار اباتو سمح لي دي جوار اباتو يبكيو دي سيبورتر يصفقوا لهم والاخرين يضربوهم دونك اوني بارطاجي اوني بارطاجي خليني نصلح لك واش كاين في الصوره ومصطفى ما نسيتكش نعاودو اللي عندك جوستوما كونسيرنو لا غازيت دو فينيك سي سا لا لا ديزات فود ديزات فود فرض مهدي ضحك مهدي حيوا بالمناسبه مون فخيغ صور هذه اللي نشوفوا فيها تقدر تعطيها لي اون سبليت سي تبلي وليد ماندي توجه الى انصار المنتخب الوطني من اجل الاعتذار وانصار المنتخب الوطني لم يتقبلوا هذا ماشي كاع لا لا ماشي كاع لا لا كاين اللي كانوا يشفقوا عليهم الا سمو باغليكم كاين الناس رفضت الاعتذار وكاين الناس فقت عليه وقالت له شكرا انا واش نقول كاعلامي كصحافي كمواطن جزائري الاعتذار من شيء من الرجال اوكي اعتذر للجماهير يجب ان نواصل في تلك الصوره حضاريه اوكي نقينا اماكننا فوق المدرجات صفقنا على الخصم صفقنا المنتخب الموريتاني بعد التاهل نشكره نقول له بارك الله فيك ماندي كنت ستنسحب مباشره بعد الاقصاء من المونديال عدت للمنتخب الوطني احببت المنتخب الوطني جئت لتعتذر عليك ان تتفهم طبعا رده فعل الانصار الذين تنقلوا الى كوت ديفوار من اجل مناصرتكم ومؤايدتكم وتشجيعكم ولكن عليكم ان تتقبلوا كذلك ولو انه نرفض هذه التصرفات التي لم تكن خطيره او شيء من كان جمهور زعف جمهور ربما لم يتقبل الاعتذار وجمهور آخر تقبل الاعتذار فنقول إذا ممكن أنه لا نشاهد هذه الصور فهذا أحسن تفضل جمال.